شابة رياضية 20 سنة في عمرها تمارس حمل الأثقال، ما خلوهاش تشارك في منافسة دولية، إذا شاركت تحت ألوان قطر وجابت ميدالية لقطر، مصحة للقطريين اللي يخدموا بلادهم. شوف ديجا القطريين عندهم 2 قطرات تاع بترول ردوا بلادهم جنة، وحنايا عندنا برامل تاع بترول وتاع غاز وتاع حديد وتاع فوسفات وتاع ذهب وتاع كلهم، وبلادنا جهنم. راه البنيتة هادي راهي في قطر. بون تقول لي رفع الأثقال وزيد الطفلة، ما يجيبولهاش خبر، ما يعطوهاش قصة. إي صح، حقارين، بلاد حقارين، سي كومسا. ألوغ درك عندنا حاجة خشينة، شوفوا التصويرة تاع الوليد هذايا. هاد الوليد اسمه لطفي ماجر، راهو في فرنسا مع المنتخب القطري، راهو معاهم في تربص عاد، وكانت دورة دولية. وهذا الوليد دونك راهو ضمن المنتخب الأولمبي القطري اللي اسمه لطفي ماجر، باباه رابح ماجر الأسطورة الجزائرية العالمية. قولوا دار هو الجزائري ربح، ربح هو تشامبيونز ليغ، كأس أوروبا الأندية البطلة، هو ربح ماركا بيت وسربا بيت، وزاد ربح كأس العالم للأندية البطلة في اليابان، وهو اللي ماركا البيت ماشي قاعد يشارك. برك فرق ما بين تشارك وبين انت اللي تماركي وانت اللي تربح. بلا ما نتكلموا، التأهل تاع الجزائر ضد نيجيريا في قسنطينة، الهدف جا من عنده هو اللي سجل. ضد ألمانيا نفوز 2-1 هو اللي سجل، وروح وروح يعني عنده ما سجل في تاريخ الجزائر. وطبعا كيتهم أولاد الحرام ما خلوش خدا في بلاده. درب مرتين فريق الوطني، مرة دار تعادل مع بلجيكا في بروكسل، سمعنا من بعد الفريق البلجيكي اللي نفس الفريق اللي لعب ضد الجزائر لعب مع ليكيب دو فرانس في ستاد دو فرانس وربحوهم 2-1، والفريق الفرنسي كان بطل العالم. شوف أبا بعد المقابلة جا حاج فارينا سير وراوا، كان داير دراع السيد، سمعت سرقات اختفاءات وكذا، واليوم واحد ما حاسبو. جا سي حاج فارينا نحلو الكونترا، الغاء الكونترا، كان قادر يروح يشكي ويضرب فيها برديدة دراهم، ما يديرهاش. المرة الثانية اللي يجي الفريق الوطني راجل يلعب ضد منتخبات اللي مشاركة في كأس العالم، إيران، السعودية، وماشي في الجزائر، يلعب برا. السعودية ماتش شارين لاربيت ما يلزمهمش يخسروا ماتش أمكن وما راح يلعبوا بيهم. إيران لعبوا ينقر مع السعودية، الجزائر لعبت بلي لوكو ماشي بلي بروفيسيونيل. مع إيران خسروا 1-0. ومن بعد زاد لعب كونتر البرتغال شامبيون دوروب في البرتغال لعب، وفي رمضان ولي جوار صايمين، سمعت خسر 3-0 واش 3-0. حتى البرازيل خسر كونتر الالمان 7 في بلادو في كاس العالم في واش لي قال لك كاتاستروف نحي نحي علينا. كيفاش اتنحى هانا اليوم؟ شوفوا لي ريزولتا ليكيب ناسيونال، لان ماشي حكايه مدرب. المدرب اللي اليوم راهو على راس الفريق الوطني اللي اسمه جمال بالماضي كان سجل اسمه ديجا في قطر، باش من بعد تعرفوا به جابوه لما غلب الفريق الوطني هو على راس المنتخب
القطري غلبهم 1-0، ذاك كي جابوه غلب المنتخب القطري مع الفريق الجزائري، خلف الطرفيهم انه هو المعلم، وجاب كوب دافريك من مصر. بعد كي دخلوا له فيها البوليتيك ودخلوا هذاك شنقريحه البوال ينجس الكاس العرب، بعد كي جابوه بداو يدخلوا راح كفيش، لا كاس افريقيا ولا كاس عالم ولا 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 ولا، ودخل فيها البوليتيك. دونك القضيه ماشي قضيه ما جاء او بالماضي، اذا ليكيب ما يشتمشي اليوم كاين ناس اللي راهي اي خيانه، ولد ما جاء راهو يلعب في قطر، ايه علاش عيطوا له ليكيب ناسيونال جونيور؟ راجل ملي كان جونيور هو كان عيطوا له ما عيطولوش، والوليد مربي في الجزائر ثاني بون صح كانوا عايشين في قطر، ولكن ميزو اللي يجي ما دير كان اللي يجي الجزائر، كيف اللي يجي الجزائر وليدو يعرف مليح الجزائر ما عيطولوش، باسكو ما نحبوش ما دير، ما نحبوش الابطال، ما نحبوش اللي سجلوا تاريخ الجزائر بحروف من ذهب، ما نحبوهمش، حنحبوا اللي يخسروا، نحبوا اللي ما يشرفوش الجزائر، نحبوا اللي يهينوا الجزائر، هذوك نحبوهم. كيقول هذوك نحبو ماشي انايا، العصابة. دونك الشيء اللي صرا انه وليد ماجر لطفي ماجر سمعت ما نظنش اللي مازال يقدر يزيد يلعب في الفريق الوطني باش تحت 23 سنة انا في العام بالغ له، مي اسكو عيطو له؟ ما عيطوش باش يدير بلاصتو في فريق قطر، قلناش بلي الفريق الوطني خير من فريق قطر سي محمد، نو 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 نو، قلناش الفريق خير من فريق قطر. والدورة هذه ما همش يلعبوا مع ليكيب تاع الصحراء الغربية سي، يلعبوا مع المكسيك منتخبات، منتخب المكسيك، منتخب استراليا، منتخب الطوغو، وكاين 12 دولة افريقية مشاركة في هذه الدورة هذه اللي راهي في فرنسا اليوم. وطبعا ما جاوش من قطر ديريكت، حطوا راحوا داروا ستاج في اسبانيا سمعت في جيرونا خيرونا، وداروا تاع منا وراهم مشاركين لعبوا. وليد ماجر عنده 21 سنه في عمرو، لبس ديجا لعب ديجا في الفريق الوطني المنتخب الوطني القطري تاع لي جونيور سمعت، وغير كيما دا اللقب البطولة المحلية بطولة قطر مع الفريق اللي يلعب فيه الدحيل، والوليد راهو دراسي التاريخ تاعو القدام، ما غادي يشوفو بروفيسيونال في الأوروب. قال يا ويح يا ويح كاش واش درنا، فوالا هكذا الجزائر تهدر الطاقة تاعها في كل المجالات، في الطب، في الفيزياء، في كل المجالات. وعلاش؟ لانه العصابه الحاليه اللي تحكم الجزائر ماهيش قادره تسير شؤون البلاد في اي مجال إن كان، هذيك هذا هو المشكل تاع الجزائر. نعديو الى نقطه اخرى اللي هي استضافة رئيس أوكرانيا للقمة العربية، نتكلموا شوية على القمة العربية ثاني، عودة سوريا لها كيفاش حضرتها السعودية، شوفوا هذا بعد شوية.